السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام وين ما كنتم. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج الملعب، واللي تتابعون من خلاله العديد من الفقرات والتقارير المنوعة، حيث نسلط الضوء في هذه الحلقة على عدد من المواضيع والأحداث الرياضية. لكن قبل ما ندخل مواضيع حلقتنا لهذا اليوم، خلوني أذكركم أن بإمكانكم متابعة حساب القناة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، تويتر، يوتيوب لمعرفة آخر الأخبار والبرامج اللي تعرضها قناة البحرين الرياضية أول بأول. وأيضاً حاب أدعو كل شخص يمتلك موهبة رياضية أو يرغب بتغطية فعالية خاصة تسهم في نشر الرياضة وجعلها أسلوب حياة في المجتمع، أن يرسل رسالة تتضمن كل التفاصيل اللازمة مثل اسم الفعالية والتوقيت والمكان للإيميل الخاص بالقناة الرياضية والواضح أمامكم حالياً على الشاشة، وراح يتم التواصل معاه من قبل فريق الإعداد إن شاء الله في أقرب فرصة. أما الحين خلونا نبدأ معاكم جولتنا في ملعبنا. قليلة تفصلنا عن انطلاق أسبوع بريف الدولي للقتال، والذي سيقام على أرض مملكة البحرين بتنظيم من الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة بالتعاون مع منظمة بريف والاتحاد الدولي للعبة في الفترة من 10 وحتى 16 من نوفمبر المقبل، نوفمبر الحالي، على صالة مدينة خليفة الرياضية، حيث تتضمن فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال الذي يقام للمرة الثالثة على أرض المملكة إقامة بطولة العالم السادسة للهواة لفئة الكبار والشباب، وبطولة بريف للمحترفين في نسختها 29. سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية دائما ما يدعم ذوي العزيمة والهمم عن طريق إقامة الفعاليات الرياضية والترفيهية اللي تنشر ثقافة رياضة ذوي الإعاقة وتساهم في خلق بيئة مناسبة تسهم بتحقيق كافة الأهداف والطموحات عبر بوابة الرياضة. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عيسى الختال. تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة، نظم الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة بالتعاون مع الاتحاد البحريني لألعاب القوى وبدعم من اللجنة البارلمبية البحرينية سباق خالد بن حمد الخيري الثالث للجري لذوي العزيمة، وذلك في الساحة الخلفية لإستاد البحرين الوطني بمدينة عيسى الرياضية. فكرة سمو الشيخ خالد بن حمد لإقامة هاي السباق الخيري السنوي لذوي العزيمة فكرة ممتازة، وحظت على حضور كبير من الجماهير والمشاركين في 3 سنوات السابقة، وقمنا نشوف أن كل سنة يتزايد العدد مثل ما أنتم شفتوا السنة. العدد كبير والحضور كبير، ويعني مدارس مشاركين، مستشفيات مشاركين، مؤسسات كثيره مشاركه في نجاح هذه الفعاليه، وما ننسى نشكرهم كلهم على هاي الاجواء اللي شكلوها لنا. شفنا لاعبين
وأطفال أصغار من ذوي العزيمة على كراسي متحركة يخلصون مسافات كبيرة بالنسبة لهم. انطلقت فعاليات السباق مع الفرقة الموسيقية والمشي لمسافة 500 متر وصحبة ذوي الإعاقة البصرية ومتلازمة داون وذوي الإعاقة الحركية، وذلك من أجل دمجهم وإثبات قدراتهم. وبعدها بدأت السباقات التي اشتملت على عدة مراحل حسب الفئة العمرية والإعاقة. بالنسبة للبرنامج اليوم مثل ما تشوفون ذوي العزيمة متواجدين ومشاركين في هذه السباق، سباق سمو الشيخ خالد الثالث الخيري للجري، وتواجد ذوي العزيمة في هذه السباق يعطيهم دافع وحافز للمشاركة في البطولات المحلية أو البطولات الخارجية اللي احنا نشارك فيها. هذه الفعاليات دمج ذوي العزيمة في المجتمع واختلاطهم في الأشخاص السويين، يحسون أنهم جزء من لا يتجزأ من المجتمع، بالعكس هم لهم إنجازات، لهم تمكينهم في المجتمع خلال هذه المشاركات اللي هم يقومون فيها، تعتبر دافع لهم. أنا أشوف تواجدهم اليوم. والله السباق كان 3 كيلومتر ولله الحمد اليوم حصلت على المركز الأول. شاركت في غرب آسيا، بطولة غرب آسيا، وحصلت برونزي ولله الحمد. والله أجواء السباقات دائما تكون حلوة، وأشكر سمو الشيخ ناصر والشيخ خالد على إتاحتهم الفرصة السباقات بي ويدمجونه ويا الناس العاديين. يأتي تنظيم هذا السباق توافقا مع مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة التي تهدف إلى دمج ذوي العزيمة مع جميع شرائح المجتمع. مشاهدينا، كما عودناكم نعرض لكم تجربة في إحدى رياضات مملكتنا الغالية. تجربة اليوم خاضها طاقم قناة البحرين الرياضية مع الزميل أحمد محمد. خلونا نتابع هالتجربة المثيرة في لعبة التجديف الشعبي ونرجع لبقية فقراتنا. يا هلا مرحبا فيكم مشاهدينا في فقرة تجربة رياضية، ومن خلالها نستعرض تجربة في إحدى رياضات مملكتنا الغالية. اهتمام كبير من قبل المواطنين البحرينيين واللاعبين في لعبة التجديف الشعبي واللي راح نجربها اليوم في هذه الفقرة. خلكم معنا مشاهدينا للحديث أكثر عن لعبة التجديف الشعبي. معنا كابتن يوسف ملا، راح نديك فيديو كابتن. يا هلا. فهل كنتم متوقعين أن في للعبة دي شعبية كبيرة؟ فالسنة اللي حبوا اللعبة أكثر، فالسنة تلقى في كل سباق الأول فريق غير. صحيح. تميزون صار يختلف، صار قاعد تصير منافسة. منافسة. كم عدد اللاعبين المتواجدين؟ نوع الغارب نفسه، حجمه؟ هو عندك الغارب شاحوف طوله 30 قدم، وعندنا الغارب اللي 40 قدم بس. في أنواع. يعني. إيه نوعين، 40 قدم، 30 قدم. 30 قدم يركبون فيه 10. بالإضافة حق السكوني هو النوخذة. 11 نوخذة. نقاط قوة وضعف، يمكن فريق كرة القدم عندك صانع لعب هو يكون الشخص القوي في لعبة التجديف، من الشخص القوي يكون متواجد؟ اللي يصير تحت النوخذة أول واحد يكون القارب كامل بثقلة كلها عليه، يعني اللي ورا إذا يدفع في طاقة عن طاقته هو بروحه، يعني اللي يود أول واحد يطق كنا طاقتين. الثقل والحمل كله على لازم اقوى واحد يكون هو اللي جبناه. هل في وزن معين؟ يعني مثلا انا وزن معين لازم اكون داخل الغرب ولا عادي وزن مفتوح؟ هو على لياقتك، اذا انت عندك لياقه تشيل وزنك وتشيل جزء من الغرب وقت اللي تجدف اوكي، بس اذا انت وزن وما بتشيل وزنك بتكون عبء على رابعك في الغرب، ما في فايده. فالاجسام اللي وزنها 70 75 ونازل هذه بيرفكت حق الغرب، يعني افضل حق التجديف. اي نعم. كابتن، يمكن في نوع التوحيد لازم الفريق كله يكون مو بس على قلب واحد، على دافع واحد. دافع هاي يعتمد كله على مين؟ النخبة. هو اللي حركهم، هو اللي حركهم، هو اللي يوجههم، هو اللي يعطيهم الإعاز، وهو اللي في الريس يعطيهم كم طقة حق القوامة القوية. وطريقات مو نفس طريقة إذا أنت في نص الريس أو نهاية الريس، لا لها تختلف بداية الريس، وسط الريس، نهاية الريس، تكتيك الضربة، مو كلها غير تصير اخوي. يعني في تدريبات. اي في تدريبات معينه، في خطط. اي يعني متعبه الشغله وايد، يعني يبي لها جهد، يعني تجاوز كابتن يوسف. اي نعم باذن الله.
مشاهدينا راح نخوض تجربة احنا مع طاقم عمل قناة البحرين الرياضية ومع الإداريين هنا في لجنة الموروث الشعبي، تجربة رياضية نتمنى ان انتم تستمتعون فيها. خلكم معنا. شارينا متواجدين داخل قارب تجديد مع كابتن يوسف. كابتن وشنو يتكون القارب؟ احنا داخل القارب، احنا داخل الشحوف الحين. ايه؟ عندك الشحوف يتكون من 10 قيس اللي هو هذه القيس. حلو. اوكي، هذا اللي يركب فيه المجداف. المجداف زين، هذا المجداف يركب فيه. عندك المجداف في حابل البريسم، زين الحابل البريسم عندك اكو. حلو. هذه اوكي، هذه الغزل اللي يركب شنو في القيس عقب التربطه. وعندك الدوسات، لازم دوسه اللي تحط ريلك عليه حق تثبت روحك وقت اللي انت قاعد تجدف. هي هذه الدوسه. اي هاي الدوسه. احنا بنجرب احنا اللعبه، راح يدشون معنا شباب من قناه البحرين الرياضيه. حازم الشيخ بيكون السكون اليوم يا جماعه، خلكم معنا عشان نتابع التجربه. شارينا انتهينا من هذه التجربه، تجربه تجيب كابتن يوسف. انا وايد تعبت صراحه. ما في لعبه ما في رياضه ما فيها تعب، بس متى يبدع الشخص فيها لما شنو يحبها. صحيح. اي لعبه حبيتها بتبدع فيها حتى لو فيها تعب بتبدع فيها. ولعبه الشحوف تعتمد على النخبه، متى يعطيك ايش رايك في النخبه اليوم؟ اليوم النخبه حازم الشيخ هاي حقيقه ولا حقيقة. ها متى يعطيك بقوه متى يعطيك بالادال، يعني متمكن. بس السنه اللي جايه يسوي له فريق يجيب له مركز. شو رايك في طاقم القناه اليوم شارك؟ ما له حل الصراحه، من احسن ما يكون. اشوفك شكلك قاعد جامد يا الله. صدق والله. يعطيك العافيه كابتن يوسف. مشاهدينا تجربه فعلا تحتاج للياقه بدنيه عاليه، تجربه ممتعه اخذناها اليوم في التجديف الشعبي. نلقاكم في تجارب غارمه، في امان الله. عشان تحافظ على لياقتك وصحتك لازم تمارس الرياضة وتهتم في أكلك، مثل ما يقولون 70% أكلك و 30% تمارينك. الأكل الصحي ما يتطلب وقت وايد عشان تحضره، تقدر أنت تتحكم بالكمية وطريقة التحضير، وبكذي تضمن لك أكل صحي ونظيف في نفس الوقت. في هالفقرة راح نشوف معاكم شلون نسوي هالوجبة الصحية السريعة والخفيفة مع الزميل حسن الشرومي. هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين، ومع فقره جديده في عالم الطبخ الصحي. اليوم راح نتعلم شلون نسوي وصفه صحيه وبوقت قصير، واللي راح تقدمها لنا الشيف اريج. يا هلا ومرحبا فيك شيف. هلا فيك اخوي حسن. شيف اليوم شنو راح نسوي؟ اليوم راح نسوي سلطه جدا حلوه ومشبعه وتصلح كوجبه رئيسيه، مو بس يعني مقبلات، ومهمه للرياضيين. طبعا المكون الرئيسي حق هاي الوصفه هو التونه، لانها سلطه تونه. راح نحتاج تقريبا علبتين متوسطه من التونه. التونه طبعا غنيه بالبروتين وبالاحماض الدهنيه الاوميجا 3. راح نحتاج افوكادو، الافوكادو بعد غنيه بالدهون الصحيه. راح نحتاج خس، راح يكون كانه قاعده للتقديم. بالنسبه حق السوس راح نستخدم ليمون، عصير ليمون طبيعي. بنستخدم ايضا طماطم كرزيه للتزيين. بنستخدم ملح بحر وفلفل احمر، وحرارته وكميته تختلف حسب كل شخص واللي يحبه، يعني يحبه حار وايد او شوي. راح نستخدم ملعقه من الخردل او الماسترد، وهي جدا صلصه الماسترد قليله الكربوهيدرات قليله السعرات الحراريه، فممكن نستخدمها بكميه كبيره. راح نستخدم بصل مجفف للتزيين. بنستخدم ملعقة من خل التفاح، ونحرص أن خل التفاح يكون عضوي ويكون مكتوب عليه مع الأم with the mother، معناته فيه هذه الإنزيمات، هاي الشوائب، هذه معناته أن فيه إنزيمات جدا مهمة حق الهضم. وبنستخدم حق الصلصة بعد زيت زيتون، نتأكد أن من المواصفات الصحية وزيت الزيتون نوعية جيدة. وأيضا بنستخدم البصل الأخضر.
راح أبدأ بتحضير الصلصة حق السلطة. بنحط عصير الليمون مع الملح والفلفل. بنحط صلصة الماسترد أو الخردل. بنحط خل التفاح. وبنحط زيت الزيتون. بنخلطهم مع بعض. تكون صلصتنا جاهزة عشان نتبل فيها السلطة. شيف، في ناس يتساهلون في وجبة السلطة، يعني في ناس يخلونها كمين كورس وفي ناس يخلونها كأبيتايزر، فشلون نعرف؟ هو يعتمد على مكوناتها، إذا كانت مكوناتها يعني تكون وجبة متوازنة متكاملة أو تكون كأبيتايزر كمقبلات، ويعتمد على الكمية. نقدر يعني كمية السلطة اللي هي عبارة عن وجبة متكاملة ناخذ نصها أو ربعها، فبتكون كأنها مقبلات. يعني مثلا إذا حطينا في السلطة كينوا والله برغل وحطينا فيها بروتين، خلاص فيها كل المكونات اللي حنبيها، دهون صحية وبروتين وكربوهيدرات، فبتكون كأنها وجبة متكاملة. الحين راح نخلط السلطة. بنحط أول شيء التونة في وعاء الخلط. طبعاً التونة نحرص بعد أنها تكون تونة بالماء، ما نأخذ تونة اللي فيها زيت، لأن في العادة الزيت اللي يستخدم كلها زيوت مهدرجة، ما يستخدمون أنواع زينة من الزيوت. راح أتبل التونة بالبصل الأخضر وبالتتبيلة نفسها. وخليت الأفوكادو آخر شيء، لأن الأفوكادو بسرعة يتأكسر ويتغير لونه، فما أبي يتغير لونه بسرعة. لما نحط عليه الصلصة ما راح يتغير، لأن فيها ليمون وفيها خل. شيف، في ناس وايد يتعذرون بالوقت، ان احنا ما عندنا وقت نسوي وجباتنا في البيت فنطلب من المطاعم، فشنو ردك على هاي الشيء؟ في وصفات صحيه جدا سريعه مثل اللي قاعدين نسويها اليوم موجوده كثير، وايضا التحضير المسبق يساعد في اختصار الوقت. يعني مثلا ممكن من يوم السبت نحضر حق الاسبوع جدول شنو راح نسوي طول الاسبوع. ممكن في اشياء نخزنها في الفريزر، ممكن في اشياء في الثلاجه نخليها. مثلا كنوا عادي تسلقها من يوم السبت وتخليها في الثلاجه، رمان، حب رمان، تجهز هالامور، تقصص الجزر، ممكن حتى رمان، الرمان قلناها ايه، والكسكس وهالسوالف كلها ممكن في الثلاجه تخلونها. حق التقديم عشان شوي نطلع بشكل مختلف عن السلطات العادية، ممكن ان احنا نفرش صحن التقديم بكمية من الخس، مشاهدينا اعتقد ان الشخص يحضر وجباته في البيت افضل عشان يعرف شنو المكونات اللي تتحضر في الوجبة، وشنو رأيك شيف في هاي الشيء؟ أكيد أنا دائما أقول صحتك تبدأ من مطبخك، لأن إحنا الوحيدين اللي راح نعرف شنو المكونات اللي راح نحطها في الوجبة. الختام عندك شيف. أتمنى أنكم استمتعتوا في هذه الوصفة، ونلتقيكم إن شاء الله في حلقات جديدة ووصفات صحية جديدة. وصلنا مشاهدينا لفقرة شباب الجامعة، هذه الفقرة بتكون أسبوعيا معاكم إن شاء الله، يتم من خلالها استعراض التقارير اللي قاموا بعملها الشباب، والهدف منها هو تشجيعهم وحثهم على بذل مجهود أكبر، بالإضافة إلى أنها فرصة لاستعراض إبداعاتهم الكبيرة والمميزة بصراحة. كل اللي بتشوفونه في هذه الفقرة هو من إنتاج الشباب، من تصوير وقراءة ومونتاج كذلك، فخلونا نتابع اليوم هذا التقرير لعدة الطالبة هبة النحال. أنا عقدي شلل أطفال، ضعف الرجل اليسار، إذا أمشي يبين إعاقة ما أقدر أمشي عليها شوي. شافني مدرب الله يرحمه أحمد سلمان، أحدى من الأندية البحرينية، وقال لي إن أنا عندي مركز بأصحاب الهمم، إن نبي نسوي فريق ونبي نشارك في بطولات برا خارج البحرين.
كانت حالتي أنا بالنسبة لي إن حالتي بسيطة، بس إنهم حالتهم صعبة كانوا يلعبون على الويلتشير وهاللون، كنت أبي أشارك وياهم، أبي أفرحهم إن أكون وياهم في الفريق. جربت روحي على الويلتشير، قلت حق المدرب، كلمت المدرب قلت له ترى كابتن أنا ما أقدر أشارك على هاي الويلتشير. أول شيء كنت أخاف أطيح وأخاف أتعور لأن أشوف فيها صدمات وضربات وهالسوالف ذي. قال لي لا أنت جرب وتشوف، عندنا بطولة تقريبا قبل أسبوع بنشارك ببطولة في الكويت وهاللون. قلت لا والله أنا شيء صعب إني أشارك، وأنا كنت وايد خايف على هاي اللعبة. عقب تغير المدرب، صار المدرب علي نبهان، قال لي احنا شفناك تدرب في مركز الحراج ونبيك تجي تلعب ويانا هنا حق المنتخب، لان كان ما عندنا انديه ما في شيء. ما علي افكر شوي، والله رحت لعبت وياهم في بطوله المحافظات، كانوا يلعبون ثلاثه اسوياء واثنين من المعاقين. قلت لهم ما عندي مشكله وشاركت وياهم وحبيت اللعبه وياهم وحبيت اخواني اللاعبين اني اشارك وياهم. قلت لازم اني اسوي لهم شيء اني افرحهم اني اكون انا احد من اللاعبين وياهم. ترى بالنسبه لي ثاني بطوله، وكنت اول بطوله كنت مو بعارف حق الويلتشير ولا شيء، وحصلت احسن مسجل ثلاثيات في بطوله الخليج 2007 الحمد لله، إشارة اللاعبين إخواني هم اللي شاركوني على هذه المنصب، والمدرب بعد ما قصر وياي، وحصلت أول احتراف خليجياً ألعب في، شاركت في بطولة فزاع في الإمارات وحصلت المركز الأول مع نادي الإحساء مرة واحدة ومرتين ويا نادي جدة الحمد لله، وحصلت الإشادة الكابتنية من 2007 تقريبا ل 2019 تقريبا، للحين أنا ميول الكابتنية معاهم والحمد لله الحمد لله، ونحسن ما يكون معاهم. وأشكر الأب الروحي الشيخ محمد بن دعي اللي مو مقصر ويا أصحاب الهمم ولا في أي لعبة ولا في أي شيء، وهذه مو قريبة عليه، مو قريبة عليه.